سيادتي والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حلقة الليلة نناقش فيها محورين الأول الملك يعلن عن انتخابات صيف هذا العام أما الثاني فنتابع فيه ملف الكورونا في الأول أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني عن إجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام ينهي الجدل الذي تناولناه نحن أيضا مؤخرا سيناريوهات عديدة قلصت وأصبح الحديث عن سيناريو التنفيذ فقط باب الحديث عن الجاهزية أهمية الرسالة الملكية هو موضع الحديث الأردني اليوم قبل أن نبدأ حوارنا نستطلع رأي الشارع الأردني حول الانتخابات المقبلة متابع للاسف الاردن هو الدوله الوحيده اللي كل تقريبا دوره دورتين في قانون انتخابي وهذا يدل على فشل القوانين السابقه، يعني حتى لو قبل اربع سنوات قلت القانون اللي قبليه ممتاز طب اثبت فشله ليش؟ لانهم غيروه، فاحنا للاسف للاسف اي قانون انتخابي خارج الاطار الحزبي هو قانون فاشل. وين انتخابات باقي دول العالم؟ كل دول العالم تحت قطاع حزبي الا الاردن. قطاع عشائري اول مره بشوف انتخابات تحت قطاع عشائري مما سببت مشاكل اجتماعيه بين العالم كله فاحنا للاسف حتى راس المال صار يشتغل الموضوع مش مقتنع بالقانون الحالي لانه راح يتكرر 80% او 70% من نفس الاوجه لما بيكون في مشاركه حزبيه حقيقيه احزاب غير مبنيه على شخص على يكون في فكر يكون في ايديولوجيه معينه يكون في برنامج وبناء على ذلك احنا يتم اختيار النائب او الشخص اللي احنا ممكن يمثلنا ويلبي طموحات الناس هلا بالنسبه للانتخابات القادمه راح اشارك اذا كان في شخص عنده برنامج انتخابي حقيقي وله مشاركات سياسيه مش شغل شعارات وشعبويات أكيد نحن رايحين نشارك إحنا بدنا قانون عصري بدنا قانون نرجع لقانون 89 من انتخابات النيابية إحنا بدنا قانون يكون فيه تمثيل لأحزاب بدنا أحزاب سياسية بدنا برامج بدنا حتى يمثلونا فيها إحنا ما بدنا كثرة قوانين بدنا قانون 89 ما راح أشارك لأنه راح نرجع نفرز نفس الأشخاص بنفرزهم كل مرة قانون مبني على العشائرية مش مبني على الأحزاب ولا مبني على يعني على الشغلات اللي إحنا بدنا إياها مبني على العشائرية وبس لذلك ما راح نشارك فيه يعني. هو يعني مبني على انه ناس بتنشر بتنبأ قاعده او ناس بتنشر في الفلوس قاعده، فلذلك ما راح يزبط ما راح ما راح تكون ناجحه الانتخابات في المره الجايه لذلك ما راح نشارك فيها. انا بالنسبه لي راح اشارك بالانتخابات النيابيه القادمه وارجو الابتعاد عن العشائريه وخاصه انه مجلس النواب السابق للاسف كان المواطنين مستائين منه بشكل كبير بالنسبة للانتخابات النيابية الجاية اكيد ما راح شارك يعني لا أني ولا اللي بقدر كمان يعني أمون عليه وهذا برجع لمستوى المتدني كان لمجلس لمجلس النواب واللي ظهر بمستوى ضعيف جدا بالنسبة للانتخابات الجاية انا بالنسبه لي والله بصراحه مش ناوي اصوت يعني ليش لانه مجلس النواب عندنا يعني غير حقيقي يعني مش يعني ما بمثل الشعب 100% والقرارات بتمشي ما فيش يعني قرار يقدر يوقفوه او يصوتوا عليه مش متفائل بالانتخابات مش متفائل مجلس النواب لانه مجلس النواب عمره ما كان مع الشعب بالعكس كان ضد الشعب وما شفنا شيء ملموس من مجلس النواب ف يعني بالعكس انا مش متفائل وضد الانتخابات اصلا لحديث اكثر ارحب بضيفي في حلقه الليله الدكتور خالد الكلالدي رئيس الهيئه المستقله للانتخاب اهلا دكتور خالد تحياتي مساء الخير تحياتي لك ولمشاهديك الحقيقه كان حديث جاره الملك يوم امس صريح وواضح ان الانتخابات في هذا الصيف ما في تمديد لمجلس النواب هذا ما فهم من تصريح جلاله الملك يوم امس واهميه هذا الاعلان الملكي وكنت حاضرا للاجتماع. سيدي العزيز الاصل العبارات التي تحدث بها جلاله الملك كانت هي احترام وقدسيه الدستور حيث ذكر ان الاستحقاق الدستوري هو بالصيف القادم وكما هو معلوم من ضمن الخيارات الوارده في الدستور الاردني بما يختص في مجلس النواب أه الخيار الأول هو أن مجلس النواب عمره أربع سنوات شمسية أه وتجرى الانتخابات في الأربع أشهر الأخيرة أي في الصيف أه وما ذكره جلالة الملك بالأمس وأكد عليه هي أه أن هذه الانتخابات سوف تأتي وفق الدستور أي تحريم تعظيم الدستور واحترامه وأعتقد هذه كان بها رسالة أيضا ل لتوضيح ما كان يشاع كان هناك كثير من المقولات بان هناك نيه إلى تمديد مجلس النواب عام او عامين واثارت لغط في الشارع السياسي الاردني لجاء التوجيه الملكي بالامس لاجراء الانتخابات النبيه حتى يقطع دابر هذه المقولات طيب لكن احنا بنحكي عن السيناريوهات المقبله وتزال في اكثر من سيناريو موجود اثنين بوضوح نحكي حل مجلس النواب بعد انتهاء هذه الدوره او مجلس يسلم مجلس هل من موقف الهيئة المستقلة للانتخاب في هذا الجانب؟ الهيئة المستقلة للانتخاب تعنى في تطبيق القانون وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها السيناريوهات هذه منوطة بصاحب الأمر وكذلك في الحكومة بحد ذاتها كما هو معلوم أن المجلس النواب يكمل دورته العادية الرابعة في عشر خمسة اي ان المجلس النواب العملي في الدورات ينتهي الا في حال وجود دوره استثنائيه. مم. عدا ذلك الدستور خصص الاربع اشهر الاخيره لانتخاب مجلس اخر حيث جاء النص واضحا تجرى الانتخابات في الدوره الاخيره في الاربع اشهر الاخيره من عمر مجلس النواب. السيناريوهات لا زالت قائمة هذا أمر بصاحب بيد صاحب القرار لأن الذي يأمر في إجراء الانتخابات هو أيضا صاحب الجلالة الحكومة من عدمها أن تبقى بناء على بقاء مجلس النواب من عدمه هذا احتمالات واردة ولا أستطيع أن أبت فيها لأن الأمر ليس منوطا بالرئيس المستقلة بس ما عندكم آه وأنا هنا بدي أحكي في شغل هي آه في ما عندكم اي تحفظ اذا كان مجلس المجلس ما عندكم قلق من انه يستخدم البعض سلطته كنائب ان يستخدم النائب سلطته ان يستخدم النائب منصبه هنا او هناك اثناء عمليه انتخابيه اذا كان السيناريو مجلس سل مجلس سيدي العزيز حتى اجيب على هذا السؤال لابد من توطئه قبلها وانا بشكرك على هذا السؤال اولا الهيئه المستقله للانتخاب على مدار الاربع سنوات من عمر مجلس النواب كانت جاهزة لإجراء انتخابات لأن من ضمن الخيارات الدستورية أن يحل مجلس النواب وهذه ممارسات قد ذهبت إليها دول عريقة في الديمقراطية تصطدم مرات في صعوبات ومازق سياسيه لا يكون فيها الحل الا العوده الى الشارع مره ثانيه من خلال الانتخاب، يعني عندما يحل مجلس النواب في غير وقته البعض قد يعتقد انها تغول من السلطه التنفيذيه أو السلطه التشريعيه لكن في بعض الاحيان تكون في الديمقراطيات العريقه حل مجلس النواب هو متطلب حتى تعود الى او اعاده الانتخابات حتى تعود لاستفتاء الناس في من يمثلهم. اما عن ان الهيئه لديها تحفظ او ان النائب اذا ما بقي في مجلس النواب هنا لست ادافع عن بقاء النائب او من من عدبه كما قلت لك هذه مساله ليست منوطه في مجلس النواب لكن بدي اذكرك باستطلاعات الراي التي كانت ترجيها مراكز متخصصه مدى الرضا عن مجلس النواب للاسف كان في نسب متدنيه جدا وفي قعر قائمه الاولويات يعني عندما سئل اكثر من مره العينات التي جرى استطلاعها عن الرضا عن مجلس النواب في أحسن الحالات كان 22% أي من 18 إلى 22% في عدة استطلاعات نفذت على مدار عمر مجلس هذا النواب والاستفتاء لم يكن فقط حتى أكون منصفا عن مجلس النواب كان عن الحكومة عن الأجهزة الأمنية عن الجيش العربي عن الخطط الاقتصادية من ضمنها كان في هناك سؤال عن مجلس النواب طيب إذا كانت استطلاعات هذه الرأي التي تعكس رأي الشارع مثل التقرير اللي تصدرت فيه عينة من تسعة جايبين خمسة انتم ضد الانتخابات وثلاثة مش معجبهم مجلس النواب وواحد بده يشارك في العينة إذا أخذنا هذه بل نطبقها على بقاء النائب من عدمه يعني إذا في الاستطلاع الرأي بيقول 82% من الأردنيين ضد مجلس النواب إذا النائب بقاؤه راح يكون في 82% من الجمهور ضده مسألة لا تقاس بهذا الشكل مم. ألا إضافة إلى ذلك أن السطوة على السلطات التنفيذية ليست بالضرورة أن تكون نائبا عن رأس عملك ليش رأس المال من هو السطوة يعني صاحب بنك أو مدير بنك ليس له سلطات يستطيع أن يستخدم نفوذه إذا ما وجد في الطرف الآخر من يستجيب له هذه النفوذ سواء كانت التكتلات أو الجهات أو المراكز السياسية والمالية موجودة دائما ولها سطوة المهم أن لا يجد من يستجيب له وأن لا يخرج عن نصوص القانون بالنهاية اللي بده يحسم هو المواطن عندما يصوت إذا ذهب المواطن صوت إذا كان راضيا عن أداء نائبه بالسابق سوف يجدد له إذا لم يكن نائب راضيا عن أداء نائبه لن يصوت له سواء كان على رأس عمله من عدمه لكن جرت العادة في الأردن دائما ان يكون مجلس النواب منحلا عند اجراء الانتخابات النيابيه تجنبا لهذا اللغط الذي تظل فيه دي. طيب انا بدي اظني في 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 ذات الاطار، ما عندكم تفضيل لجانب على جانب كهيئه مستقله؟ نحن في جميع المعايير في جميع الاحوال نطبق المعايير التي لدينا. وانا لا اذيع سر الان، عندما اقول لك في عام 2016 الغينا تعيين 140 في محافظتين كانوا معينين من احد المسؤولين لمرشحين اثنين وتقدم احدهم في كل محافظه محافظتين مختلفات بشكوى على ان المسؤول فلان قام بتعيين على بند المشاريع 110 وعشرة في أحد المحافظات أو مئة وفي المحافظة الثانية 30 أو 40 مباشرة خاطبنا المسؤول المعني قلنا نقوم بإلغاء هذه التعيينات لأنها تسبق الانتخابات والذين قمت بتعيين هؤلاء صالحهم هم مرشحين وهذا ما تم لكن نحن لا نعلن هذه المسائل طيب أه بدي أجي ونظرنا في, في, في ذات الحديث الهيئة فور صدور الحديث الملكي تصريحاتكم قالت مستعدون لإجراء الانتخابات بكير يعني ب... إيش شو ب... معنى مستعدين؟ اعيدك انا عن اللي اللي, اللي قلته قبل شوي انا، الهيئه يجب ان تكون مستعده على مدار الساعه، ليس فقط في موسم الانتخابات، لانه قد يحدث اي ظرف في البلد يتطلب اعاده انتخاب، غياب مجلس النواب في الدستور الاردني اربعه شهور، 122 يوم تحديدا. الانتخابات النيابيه لكي تجريها تحتاج الى 105 ايام، التقويم الانتخابي، اي انك تمتلك فقط 17 يوم آآ آآ تزيد عن فترة الفترة اللازمة لإجراء انتخابات بالتالي لو حدث أي آآ آآ سبب يستدعي حل مجلس النواب عليك أن تقوم بإجراء انتخابات مباشرة وأن تنجزها قبل 122 يوما وإلا بموجب الدستور يعود المجلس الذي الحل بالتالي يعني ما كنا نتحدث دائما الهيئة دائما جاهزة ودائما تدرب كوادرها آه ودائما آه كنا بموجب القانون على سبيل المثال آه حديث اليوم تناولته أكثر من وسيلة إعلامية آه عندما نشر قمنا بنشر السجلات الانتخابية المحدثة لغاية 31-12-2018 بدأ الناس بتتساءل كل الناس أنا بكل بساطة عودوا إلى نص القانون قانون الانتخاب يقول على الهيئة مش للهيئة على الهيئة إلزاما إيه على الهيئة أن تكون بتحديث سجلات الناخبين مرة واحدة كل سنة وانا حجيك للسجلات إنه عندي اسئله في موضوع سجلات مو نقل الهويات وكيف تسجل الهويات ومواقع السكن عندي سؤال في هذا الجانب بس خليني لما انت تقول الهيئه دائما جاهزه واحنا مستعدين لاي طارئ عندنا 105 ايام فقط اه احتياج الهيئه ل 105 ايام يحكم انها دائما تكون جاهزه انه الاربع اشهر 122 يوم في اعداد اليوم انتم جاهزين مثلا عندكم جاهز اليوم الخطط، التدريب، اللجان مراكز الاختراع والفرز هذا كله جاهز سيدي العزيز في المرحله الاخيره احنا من السنه الماضيه واحنا نقوم اولا قمنا ب تقييم مراكز الاقتراع والفرز ومراكز اللجان حتى من جميع النواحي وكي تكون صديقة لأصحاب الإعاقة وعملنا كتفا كتف مع المجلس على لأصحاب الإعاقة وقمنا بالكشف على كل المراكز التي ننوي استخدامها في الانتخابات النبي ويجري تنظيم كشف فيها في أثناء ما بين وقوع أو حدوث يوم الانتخاب والكشف قد يحدث خلل في كهرباء احدى الغرف لكن هذه قضايا لا تستغرق وقت طويل في اصلاح او وصلات الشبكات الشبكه العنكبوتيه الانترنت التي تستخدم او وسائل التسهيل وادوات التسهيل اصحاب الاعاقه او كبار السن كي يصلوا الى المراكز، هذه مسائل لا لا تحتاج الى انشاءات والى عمل مدة طويله. قد يكون ما بين التقييم واليوم الذي نحتاج فيه هذا المركز المسألة تحتاج إلى صيانة يوم أو يومين أو ثلاثة ليس أكثر من ذلك بالإضافة إلى اللجان التي مدربين لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز لدينا قاعدة بيانات يتوفر فيها كل من عمل لدى الهيئة كمدربين بالبداية وكأعضاء لجان انتخاب ولجان اقتراع وفرز عددهم بالنهاية يتجاوز بالخطة المستقبلية نتوقع انخراط 62 ألف آه عنصر او آه شخص للعمل في العمليه في الانتخابات النيابيه القادمه في الصيف آه هؤلاء يقوم على تدريبهم عده مئات من المدربين هؤلاء المدربين جرى تقييمهم قسمنا المملكه الى ثلاثه اقاليم شمال ووسط وجنوب جرى تقييمهم من خلال عقد ورشه لمده يومين نسميها انعاش او آه إطلاعهم على الجوانب القانون الانتخاب ومن الجيد أن قانون الانتخاب بقي نفسه لأول مرة اللي جرت في الانتخابات السابقة واللي جرت تدريبهم عليها لا زال هو نفس القانون نفس النظام الانتخابي وبعد ما هؤلاء يجري تقييمهم وبرضه لا أذيع سر إذا قلت لك مش كل اللي بيتقدموا بيجتازوا هذا التقييم التقييم يزداد تصعيبه من مرحله الى مرحله عندما يكتسب خبره بصير التقييم اصعب من التقييم الذي سبقه نعم. هؤلاء ينطلقوا الى الميدان ليقوموا بتدريب الالاف الباقين للعمل في مراكز دكتور هذه عمليه انتهينا منها تدريب مدربي الربط الالكتروني لانه احنا في مراكز الاختراع والفرز كل صندوق يكون مربوط من خلال الشبكه العنكبوتيه في المركز في مبنى الهيئه المستقله للانتخاب وجرت تقييم هؤلاء المدربين واعتمادهم حتى ينطلقوا في عملية التدريب. عملية التدريب الأخيرة تتم قبل الانتخابات بموجب برنامج، ليس مفاجأة أن لجان الانتخاب الاختراع والفرز هي اللجان التي تجلس عند الصندوق، هذا عملها محدد. في ثلاثة أيام تقريبا يجري تدريبها من في آخر فترة عشرة أيام من الانتخاب هؤلاء المدربين اللي جرى تدريبهم واللي دربوا لجان الانتخاب والفرز أنه في لجان انتخاب وهذه اللجان ينبثق عنها لجان اقتراع وفرز اللجان الرئيسية التي تعمل لمدة أربعة أو خمسة شهور هي لجان الانتخاب لأنه من يوم إعلان جداول الناخبين عندما نتسلم السجلات من دائرة الأحوال المدنية يكون اسمها اسمها سجل انتخابي لكن عندما نقوم بتوزيعها على الصناديق وفق الدوائر الانتخابية ينتقل يتحول الاسم إلى جدول انتخابي هذه الجداول الانتخابية تعرض بعد حوالي أسبوعين من طلب من الطلب والاعتراض تأخذ عملية كاملة ثلاثة أسابيع والبت فيها إلا أن البعض لا يوافق على قرار اعتراض إذا ما اعترض على نفسه أو على الغير يضطر أن يذهب إلى المحكمة هذه الفترة تأخذ أيام تقارب الشهر في هذه الفترة نستطيع أن نجهز كل لجان الانتخاب لجان الاختراع والفرز يجري تدريبهم عندما تأخذ هذه الجداول الشكل القطعي حوالي 25 يوما قبل يوم الاختراع بس حسمت الجدل أنه قانون الانتخاب باق على ما هو عليه هيك بفهم من كلام نحن تقولت القانون هاي أول مرة بيكون نفس القانون لغاية الآن صحيح هذا القانون لغاية الان غير انه احنا والله الجهه مدربة وجاهزه. آه احنا نحن لا نستطيع ان ننتظر في التدريب على نية ان، اذا ما جرى تغيير على القانون مباشره نحن نعكس هذا التغيير الذي الى دليل تعريفي لدليل اجرائي، ننقل الى المدربين ونوضح الفرق ما بين ما كان وما اصبح حتى يتم تطبيقه على ارض الواقع، لكن لغايه هذه اللحظه نحن لم نتسلم او لم نبلغ بأن هناك تغيير عن نظام ما استشاركم في أي تعديل أو تغيير على قانون الانتخاب نحن, لا نشرع الهيئة بموجب قانونها تبدي الرأي في أي مشروع قانون إذا ما برز هناك الجهة المخولة بتعديل قانون الانتخاب او بسن تشريع قانون انتخاب جديد هي وزاره الشؤون السياسيه والبرلمانيه التي ترفع بدورها الى مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يناقش ويبعث الى ديوان التشريع والراي، يوضع على نافذه ديوان التشريع والراي لمده عشرة ايام، يناقش في داخل اللجنه ثم يعاد الى المجلس ومن ثم يرسل الى مجلس الوزراء، نحن في هذه الفتره عندما يسلم القانون لا ندير حوار عليه ولا نناقش فيه، عندما يسلم مشروع القانون الى مجلس الوزراء نتسلم رسميا نسخه منه ونبدي ملاحظاتنا الى مجلس الوزراء، لا نتعامل مع الفعاليات او مؤسسات المجتمع المدني او الاحزاب. مفهوم بس بس اليوم لم تبلغوا، لم تصدر لكم اشارات انه في تعديل على قانون الانتخاب، لم تستشر الهيئه هل هناك معيقات كانت في عمل الهيئة في الانتخابات الماضية وفق هذا القانون تحتاج إلى تعديل تحتاج هذه أه بشكرك على السؤال أستاذ محمد هذه أه أن تستشر في المعيقات لا نحن الذين نعرف ما هي المعيقات عندنا 15 ملاحظة إجرائية هي ليست في جوهر القانون وليست في جوهر النظام 15 أه ملاحظة إجرائية إجرائيات فقط يعني بدي أعطيك على سبيل المثال اصطدمنا بواقع في الانتخابات انه احد المخاتير قام بالترشح، اعترض عليه احدهم انه هذه وظيفه بدليل انه يتقاضى رسوم، بالتالي هذه وظيفه، اذا عليه الاستقاله من مساله المختار، هذه تحتاج الى توضيح، يعني المرشح او الناخب قد يعترض على اي مرشح اخر، مساله ثانيه، مساله الاستقاله تقديم الاستقاله وهناك في ثلاثه قوانين ندير فيها الانتخابات الانتخابات الدولة الأردنية لانتخابات النيابية البلدية ولا مركزية في فروقات في القوانين تخلق التباس لدى المواطن يعني في بعض في قانون يقول أن على الموظف الذي يعمل في دوائر رسمية أن يقدم استقالته قبل 30 يوم من يوم الترشح قانون آخر يقول من يوم الاقتراع نحن نريد أن نوحد هذه المسائل الإجرائية التي موجودة لدينا مثلا على سبيل المثال ال ال نسيتها نسيت الثالثة؟ لا هن 15 مش, <applause> مش بس كنت احكي لك هم 15 وقلت لي اثنتين انا بكتفي بالثنتين <applause> بعد فاصل نواصل وراح اسالك عن مراكز الاقتراع اللي كانت في في الملاعب الرياضية وما إلى ذلك وهي كلها كان عليها علامات سؤال هل نجحت لي في هذه التجربة من <applause> وجهة نظرك وهل راح أنا بسألك اه <applause> طيب <applause> عليها علامات <applause> عليها علامات استفهام هي عند الناس مش عندي بعد فاصل نسأل أكثر حول ما هو قادم قومنا نواصل حوارنا وضيفنا الكريم حياتنا مستمر حول الانتخابات النيابيه المقبله وانا وقفت معك على موضوع المراكز الاختراع. نعم وانت قلت لي والله احنا عملنا دراسه وعندنا ارقام كويس هذا كلام جميل بس انت عندك في الانتخابات الماضيه على اقل تقدير ولا اتحدث الانتخابات النيابية انتخابات نيابيه بنحكي عن انتخابات اللامركزيه عملت انت الاصطلاحات الرياضيه مراكز اختراع وقلنا تجربه بدنا نشوف ونقيمها هل ستكون هذه الصلاة مراكز اقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة حقيقة في هذه المرة عندنا دراسة هذه الصلاة مرة ثانية أخي أستاذ محمد إلى كل مشاهديك وللناقدين قبل المؤيدين صندوق الاقتراع كلفته المالية عالية جدا وفي صندوق الاقتراع عادة يدرج 500 اسم فقط ليس أكثر من ذلك اي ان ال 500 اسم اللي بيجي عندهم في نسب التصويت بيصوت فيه 150 او 200 م. شخص بالمقابل نفس الشيء في اذا ما قمنا بتجميع 10 صناديق بحتوي 10 صناديق في مركز ستكون الكلفه فقط ضعف صندوق الاقتراع يعني التوفير رح يكون ب 80% من الانفاق على هذه الصناديق لكن حقيقه في لاسباب عديده مثلا اما المداخل الى هذه المراكز الكبيره كانت ضيقه والناخب المرشحين ومندوبيهم والمؤازرين لهم كانوا يغلقوا الطرقات ولا تجد مكان للاصطفاف وكمان ثقافه الانتظار على الدور مش موجوده عندنا في للاسف بالاردن الناخب يريد ان ياتي مباشره يدي بصوته ويخرج ما انا بحيلك على كل عمليات الانتخابيه في كل العالم العالم العربي والعالم المتقدم العالم الاخر ما الضير اذا انتظر الشخص ربع ساعه بينما ما دخل على صندوق الاقتراع والفرز م. لانه بالنهايه هذه كلف ماليه يتحملها المواطن الهيئه المستقله تنفق من الموازنه العامه الموازنه هي اموال الناس لكي تضع في صندوق يصوت به مئة شخص يكلفك حوالي 10000 دينار اعتقد ان هذا تبذير يجب اعاده النظر فيه اثنين للاسف البعض يرغب من المرشحين أه ولديهم اذرع حتى المراقبين مرات بيعملوا معهم يرغب من المرشحين انه أه عده مئات من الاصوات الذين يصوتوا له ان يكون التحكم في مركزهم الاقتراع حتى يوصلوا مو يرجحوا منه الشيءات تصير اكبر من هيك في اكثر من عامل ادى الى انتقاد هذه الظاهره لكن صحيح كان في أن في احد المراكز الاقتراع شديد جدا لكن المراكز الثانيه كانت على مستوى عالي من التقدم ومشى العمل فيها بسلاسة لم يسلط أحد الضوء على المراكز التي جرت فيها الصلاة التي جرت فيها العملية بسلاسة أخذ مركز واحد كان فيه اكتظاظ ورحت زرت وانا شخصي كان فيه سوء إدارة لانسياب المقترعين داخل المركز انت عانيت دخلت على المركز نعم انت عانيت وانت داخل على المركز صحيح, صحيح. بس انا عانيت من المؤازرين المرشحين لم اعاني من المواطنين الناخبين طيب فايش النتيجه؟ النتيجه هذه تجربه لا زالت قابله اعتقد على الناس نبيع تجويد بسيط في بعض المناحي على يعني راح يكون شعب على شعبنا راح يكون على شعبنا راح يكونوا يكون مراكز اقتراع راح يكون في صالات مراكز اقتراع طبيعي طيب وانت ذكرت الربط الالكتروني وانا بدي اسالك هون سؤال متى يكون نتائجنا الالكترونيه السنه؟ سيدي العزيز أه الهدف الرئيسي اللي هي المستقل الانتخابي استعادة الثقة بالناخبين أنا بدي بس أه أسألك سؤال كناخب بعرف أنت بتصوت ولا مقاطع لا بصوتش بتصوتش بجاوب بكل كل مداوم مش, مش لأني مش, مش لأني مش كافي. آه طيب بس بتقدر تطلع من 12 ساعة بتقدر تطلع نصر بتروحش تتغدى لا آه طيب الانتخابات هي انا بدي لك سياره تروح تصوت طيب <applause> حقيقة من الانتخابات السابقة والتي سبقتها هناك ربط إلكتروني في كل صندوق اقتراع وفرز وعندما ينتهي عملية إحصاء الأصوات يدويا أمام المراقبين المرشحين أو مندوبيهم والإعلام والمراقبين تدخل البيانات على الكمبيوتر بتكون النتيجة لكن القانون فيه نصوص أنه يجري إحصاء هذه الأصوات الفرز في داخل الغرفة. التي جري فيها الاختراع وتثبت النتيجة على الباب إذا كان في هذا المركز أكثر من صندوق يجمع هذه الصناديق أربعة أو خمس صناديق وتضع النتيجة على باب المركز م. ومن ثم تؤخذ إلى لجنة الانتخاب هذه نصوص واردة في القانون لا نستطيع تجاوزها وعند لجنة الانتخاب يعلن رئيس لجنة الانتخاب النتيجة الأولية النتيجة أستاذ محمد باللحظة التي بتنحط فيها على الباب نتائج خرجت لكن الذي يقوم بالتجميع لوحده هو يقوم إما لمؤازرا أو ممثلا لحزب أو ممثلا لقائمة بينما الهيئة المستقلة عندما تصدر النتيجة النتيجة هي التي تذهب إلى الجريدة الرسمية والتي يمكن لأي شخص أن يعترض عليها في المحكمة وأن يعاد الفرز لذلك نحن نتوخى الدقة لمصلحة المرشحين وليس من باب التباطؤ و طب ما بيصير تعلن عن النتائج الإلكترونية؟ ما راح تفكروا بالاعلان عن نتائج الكترونيه لا بتخلق حقيقه آآ ارباك الرؤوس حاميه عندنا إحنا. يعني شخص بيكون مثلا نفترض انه قدر انه ناجح وبعد التدقيق تبين انه مش ناجح بتخلق اشكاليه هذه لماذا السرعه؟ يعني المرشح اللي بده يعرف نتيجته بيستطيع يعرفها بساعتين بعد ما تنتهي النتائج في كل الصناديق اذا حط مندوبين فقط وصورها تصوير وجمعها بيستطيع يأخذ نتيجته وحدثتها معلش انا بتجيني لسه اسئله حول موضوع وانت انا بعرف انك وضحته بس مره اخرى اليوم انتوا اعلنتوا عن سجل الناخبين اتوضح لنا مره اخرى ونشرته فاتوضح مره اخرى لماذا فهي. جاء النشر سيد سيدي العزيز ما. نحن نقوم سنويا بموجب القانون بتحديث سجل الناخبين ماذا يعني تحديث سجل الناخبين يعني سنه 2016 كان لدينا عدد من الناخبين بال 2017 في عدد من المواطنين الاردنيين اجتاز العمر الذي اصبح ممكنا بعمره بلغ من العمر ما يسمح له بالتصويت. هناك عدد من الناس تسرح من القوات المسلحه او من المخابرات او من الدفاع المدني، بالتالي اصبح يحمل الصفه المدنيه وله الحق ان يدلي بصوته يدلي بصوته. هناك شخوص تخلوا عن الجنسيه الاردنيه إذن يجب ازاله صوته، هناك شخوص فقدوا الاهليه لكي يكونوا إما من خلال قرارات محكمة بالإفلاس تحديدا ولم يعد اعتباره أو فقد الإهلية القانونية وغير أهل أو أنه غير مكان سكناه إلى خارج البلد مش موجود جوا البلد بالتالي هذه الأسماء من نسميها إحنا إعادة تنقيح لهذه الجداول إما يخرج منها من لا يعد ينطبق عليه شروط التصويت واما يدخل لها من اكتسب هذه الصفات، العدد تقريبا كل سنه حوالي 100,000 بلس ماينس في سنين بكون 130 وسنين اقل. احنا كل سنه بنجدد هذه بوجب القانون، هذه السجلات ويبقى اسمها سجل انتخابي وتدرج كيف؟ تدرج كل دائرة انتخابية من هو موجود فيها عشان هيك راح تجد في هذه السجلات أربعين اسم متشابهات أو عشرين اسم متشابهات في مقطعين تعرف احنا عنا خالد بسمي وليد، وليد بسمي خالد، محمد بسمي علي، علي بسمي محمد، هذه راح تجد متواصله، لكن المواطن اذا ما ادخل رقمه الوطني هي بدون ارقام وطنيه، يستطيع ان يعرف من السجلات السابقه اين مركز الاقتراع، في هذه المرحله نحن ننشر السجلات دون رقما وطنيا وفقط بالاسماء للدائره الانتخابيه اللي هي 23 دائره انتخابيه، ليش؟ حتى مزيد من الشفافيه كويس بلاش لا تفضل أفضل احكي ما من الشفافية، قلت لك انا بدي عن الشفافيه بس أنا قلت لي طيب شكلك زهقت لا ما زهقت تفضل طيب <applause> المرشحين عاده او اللي بنوا يترشحوا ببلشوا يطلبوا بدهم سجلات الناخبين ليش يصير الوصول لها بطريقه ملتويه بيستطيع يدخل على موقع الهيئه المستقله للانتخاب دائرة رقم ستة يستطيع أن يستخرج كل المسجلين في دائرة ستة وأن ويس. يخاطب وكذلك المواطن إذا اكتشف أنه في خطأ في معلوماته في بقدر بقدر يستطيع مش يعترض لا يستطيع يصحح الخطأ الاعتراض لا يتم إلا خلال الانتخاب طيب النقل بين الدوائر أنا يا أخي أقتل عمان نعم لكن أنا دائرة الكرك وبدي راح أسجل بالكرك أنا أقتل الكرك أنا مسجل بالكرك لكني اقطر عمان وبدي ارجع بدي اروح على عمان صحيح صحيح الاحوال المدنيه عندنا شيء اسمه سجل الاحوال المدنيه وعندنا شيء اسمه جدول انتخابي سجل الاحوال المدنيه هي كيف تسجل الحاله المدنيه القيد المدني في دائره الاحوال المدنيه يعني انت مسجل في منطقه الشميساني في عمان تسجل في دائره الاحوال المدنيه في الشميساني في عمان بالتالي بتكون دائرتك تابعه للدائره الثالثه هلا اذا حصل وان انتقلت الى الدار الاولى او الثانيه يجب ان تذهب الى دائره الاحوال المدنيه وتصحح عنوانك، دائره الاحوال المدنيه لا تمتلك ان تشطبك او تغيرك الا بطلب منك، طيب لكن هذا الطلب يستوجب ان تقدم خمسه ادله. سند ملكيه هي معقده يعني هذه هذه ليست فقط الانتخاب التبليغات العدليه على مسائل الأحكام القضائية برضو يعني العنوان مسألة مهمة في السجل المدني وفي سنة 2015 غير قانون عدل قانون الأحوال الشخصية وجرم من لا يقوم بتثبيت عنوانه نتيجة الأحكام التي تصدر جزافا مرات بحق ناس بالغياب إذا مصلحتك أن يكون قيدك المدني صحيح هلا عند فترة الانتخاب عندما نتسلم هذه السجلات ونعلنها يبدأ إمكانية النقل لهدف الانتخاب يعني واحد من التبعية الشركسية أو الشيشانية أو المسيحية يستطيع أن ينقل مكانه مم. إلى دائرة يوجد بها مقعد مخصص أو إلى ما يسمى في بلد الأصل ذلك أثناء فترة الانتخاب بينما العنوان في السكن في القيد المدني هذه مسألة في الأحوال المدنية على مدار الساعة وبالمناسبة أنت أعطيتني مثال معلش أعطيتني مثال على الشركسي والشيشاني والمسيحي ماشي. أنا بقول إذا واحد ينقل دائرته الانتخابية أنا أريد أن لا 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 يستطيع إلا إذا كان بموجب القانون إذا كان ابن الدائرة بالأساس معه بسموه ابن الدائرة إذا كان جده ووالده من تلك المنطقة بالقانون بنقله في أثناء فترة الانتخاب عدا ذلك أن تسجل في الأحوال المدنية على مكان السكن طيب في موضوع مكان السكن في الهوية مرات بيكون الأب ساكن الأب والابن ساكنين نفس البيت وكل واحد موقع السكن مختلف بالهذه قيود أحوال مدنية أنت قصدك مركز الاقتراع مختلف آه. لا 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 مش مركز الاقتراع بحكي آه. موقع السكن بكون أبوه مسجل مثلا في الصلط وهو مسجل في عمان يكون الاب لم ينقل حاله ونقل على عمان مم. يعني الاحوال المدنيه لا تمتلك دائره الاحوال المدنيه لا تمتلك ان تغير بيانات مواطن الا اذا تقدم طلب وحتى تغير هي تطلب لها شروط اللي قلت لك اياها يا اما سند ملكيه عقد ايجار يا فاتوره كهرباء ماء والكشف الحسي يقوم المركز الامني بالكشف على مكان سكنه هذه مساله بنوطه ما بين المواطن ودائره الاحوال المدنيه انت اذا شفت انه في خطا في عنوانك مصلحتك تروح تصلحه طيب المال الاسود نعم هاي مشكله في كل الانتخابات بدك ما تسمي ليها مشكله قول لي مش مشكله عشان انا بقدر اجاوبك انها مشكله شوف اولا آه هذه مساله موجوده م. ومساله حقيقه تجري في الصدر وفي الظلام لا تجري في العلن م. ومساله للاسف يجري تضخيمها بانه المستمع او المشاهد يعتقد انه كل الانتخابات في الاردن تتم بهذا الشكل هذا مش صحيح كم نسبتهم الذين يقوموا بتزييف وعي الناخب حتى يشتري صوته ويستغل الحاجة له بالإضافة إلى شيء ثاني ما أنا حقيقة أستاء لما أسمعه إنه الفقر يسبب بيع الصوت الفقير أشرف من أن يبيع صوته اللي بيع الصوت هو واحد مجرم عنده استعداد يبيع واللي بيشتري مجرم أكثر منه لكن هذا عقد سري يجري في الخفاء ما بعطيك إثباتات عليه والذي يستطيع أن يبيع صوته فاسداً واللي بيشتري أفسد منه باعه بخمسين بنكر في خمسمية هذه المسألة التعميم عليها من مين يا أخوان بترشح في الانتخابات حوالي 1300 شخص بنجح 130 في 1070 غضبانين لو 10% منهم تقول راح تسمع هذه الأشياء وبعدين حقيقة يعني الإحصائية أنتم التقرير اللي مسويين العينة تسعة اثنين مش مأمنين في العملية أربعة مش مصوتين وتخيلوا يحكموا على العملية الانتخابية طب أنت أربعة مش مصوتين كيف بيعرفوا عن العمليه الانتخابيه؟ اكثر من نصف واثنين ما بدهم مش يصوتوا، واحد قال بده اصوت. الثمانيه الاخرين اللي عندهم وجهه نظر سلبيه بقيم المال الاسود، كيف جرك؟ طب ما انت ما دخلتش، ما جيتش، ما اشتركتش، ما شفتش. وبعدين المال الاسود عندما يقوم بشراء دمم او تغيير ذمم المرشحين والناخبين وتزييف وعيهم، هو بيسويها بالعلن هذه؟ لا أي تتم بس الناس تحملكم مسؤوليه انت بتقول لي احنا بنستعيد ثقه النخب نعم, نعم. نعم. صح نعم, نعم. انت بدك تستعيد ثقه نحن النخب. لا نقوم اولا هذه اه نحن لدينا صفه الضابط العادي نحن جهه لا تحقق نحيل واحنا العشرات نحيل الجهات المختصه يتكون قناعه لدى اما الجهه الامنيه او النائب العام ان هناك قضيه او فيش ان تدين مواطنا انت يجب ان يكون لديك دليل ادله لا, لا يجوز هذه مساله فيها تنافس لا يجوز اني اجي اتهمك انا اتهام قد يكون صحيحا او قد يكون باطلا لكن في هناك جهه يجب ان تبت فيه بالتالي دائما هذه المساله تعوزها الدليل لأن زي ما قلت لك هذه مساله ما بتصير علنا او امام الناس بتصير احنا احنا بنحيل العشرات بس ما بنشوف نتائج هذه في جهه في جهات بت... انا, أنا بسالك بس أزر... سؤال كرئيس لا إزالي. لا نزور احكام، احنا بت... بل... يجينا اجابات على كل شيء انه هذه في حاله او فيش حاله او يرفض في ناس بيجوا يبلغونا عن حالات شراء اصوات وعندما نطلب منهم الشهاده يرفضوا بس اعطيني موافقه اعطيني موافقه أنا, انا بدي اعكس الايه منيح؟ انا بدي افوضك واترجاك ان تعلن من خلال برنامجك اعطيني مواطن واحد تقدم بشكوى على المال الاسود ولم تسمع شكوى اعطيني مواطنا واحدا طيب هي دعوة انا أنا, يا أنا, بالده بالده انا موافق ده كل ده ده من تفوير. يتابعنا اليوم ومن يملك اي دليل حول انه تقدم بشكوى حول مال اسود ولم يتم البحث والتحقيق فيها وارسال رد له وفق الاصول انه يبلغنا عبر صفحاتنا المختلفه حتى نكون شفافين وواضحين وبدي انتقل من هذا الموضوع انك انت حكيت فيه كلام مهم بس انا بدي اروح على موضوع اخر وهي موضوع المشاركه في الانتخابات و خليني اسالك بصراحه الاخوان المسلمون واضحون بلا ضمانات نزاهه لن نشارك في الانتخابات المقبله اصدقائنا الاخوان المسلمين حقيقه انا اخر ثلاثه تصريحات لهم اربكتني بفهمها مش ما اربكتنيش بفهمهم بفهم التصريحات انا افهمهم م. هم يعني اولا لديهم في مجلس النواب أكبر كتلة إذا كان لديهم أسباب شك في النزاهة كيف فاز ممثليهم واحد اثنين بعد الانتخابات السابقة أشادوا في أكثر من تصريح عن نزاهة العملية الانتخابية ثلاثة يريدون ضمانات الشفافية شوف في السياسة في شيء يطلق على واهنه يعني الذي يريد قانون انتخاب عصري ممكن يتعرف ليش هو العصري ولا يريد ضمانات النزاهة ايش هي طيب انت اسمك يوزع سلفا على صندوق ولا تستطيع الا ان تصوت به بتدخل على صالة الاختراع تبرز صورتك امام شاشه للمراقبين موجودين والمندوبين تاخذ ورقتك تدلي بصوتك تضع اصبعك بالحبر تخرج لا يتحرك الصندوق من مكانه يفرز توضع النتيجه على الباب وتسجل تحت الكاميرا وجرى فتح اربع دوائر انتخابيه في 2016 والنتائج مطابقه تم فرز هذه الصناديق امام المشتكين ونتائج مطابقه ايش الضمانات اللي اكثر بس انا بدي اقول اللي بيطلق اه 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 اتهامات اريد ضمانات ايش ضمانات نزاهه بدك اياها واعطيني حاله واحده اشتكيت منها لمن يصرح ولم يؤخذ بها نسب المشاركه في الانتخابات المقبله دوركم في هذا الموضوع عندكم حملات توعيه حملات تثقيف بتشجعوا الناس وبدكم بتشجعوا الناس وانت قلت لي بدك تبعث لي سياره من غير ما تبعث لي سياره الانتخابات الجايه بروح بصوت ما عندي مشكله انا بدي اودي لك سياره بتعرف ليش لي اه عشان اشوف عشان ما تسمعش عشان تشوف بعينك لا انا بشوف بعيني لا أو ما تقراش كاميراتنا, كاميراتنا, كاميراتنا موجوده في كاميراتنا موجوده وبتتابع وبتراقب لكن انا المره الجايه بدي اشارك عشان اقول لك ملاحظات وان شاء الله يطلع نصيبي في مر في صاله بنحطك <applause> لا ما تحطني سيدي <applause> <أنا تصفيق> <applause> سيد العزيز آه. العمليه الانتخابيه اذا اذا قرانا الارقام وهذه احد إحصائيات قريبا ستكون متاحه على موقع الهيئه جميعها ليكون لابد من الناس. بال 2013 كان لدينا تسجيل. صحيح. اي ان المواطن الذي يريد ان يشترك في انتخاب عليه ان يذهب سلفا ليسجل اسمه. وكلنا اصدرنا بطاقات كان في بطاقات. نعم. اصدرنا كل البطاقات. نعم. صحيح. في تلك السنه اشترك في الانتخاب مليون و280 الف من المسجلين، كانت النسبه 57%. بالمئة. ارجو ان تنتبه الى الى, إلى مساله النسب والاحصاءات. بقانون ال 15 اللي 15 وجرت انتخابات في 16 الغي التسجيل وهذه خطوه متقدمه جدا في الديمقراطيه لانه التسجيل هي احد العوائق للعمليه الانتخابيه بنتذكر الدفاتر الزرق ومكاتب الاحوال المدنيه والنقل من مكان هذه الغيت لانه كانت احد النقاط التي تقدمت للامام في مساله النزاهه اصبح كل اردني اتم 17 عام قبل ثلاثه شهور من يوم الاقتراع اسمه بينزل اوتوماتيكيا يعني بحق له روح صوت مجرد اني يبرز بطاقته اذا اصبح هويته نعم اصبح عدد الذين يحق لهم الاقتراع يزيد عن 4 مليون من هؤلاء اعيدك لرقم 13 في 13 صوت مليون و280 الف ب 16 صوت مليون و492 الف بزياده 204 الف صوت اذا عدد المشتركين في الانتخاب زاد ب 204 الف لكن النسبة اصبحت 37 ليش؟ لأنه العدد الكلي زاد، اصبح كل اردني اسمه مدرج. اول كان بس كل اردني سجل نفسه، اللي ما سجلش نفسه ما راحش على الاختراع اذا بالارقام المطلقه العدد يزيد وانا اقول لك في هذه السنه القادمه العدد سيزيد عن 16. ليش عندك هاي الثقه؟ لانه الناس اذا اذا بنكون منصفين احنا من ال 16 من 13 ابتدات المساله من منذ نشاه الهيئه المستقله للانتخاب خف الحديث عن مساله النزاهه في الانتخابات، لم تعد هي المساله الاولى، صرنا نقول المال، المال الاسود، الجهويه، العشائريه، غياب الحزبيه، مش صحيح. بمجلس النواب في 37 حزبي. 28% من مجلس النواب حزبيين. الحالي؟ نعم. بس مش مبينين. مشكلتك انت. مش مشكلتي مشكلتي مشكلت 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 النواب. مش مشكلة يعني انا بقصد انت انه لما اقول لك انت بتحكي بتقول لأ, لا مش رايك وهذا مش رايك مش انت الرأي اللي بتحكي طيب انا بدي اشكرك لانه انا وقتي انتهى نامل لكم التوفيق الوقت طيب وقتي وقتي انا انتهى <applause> <applause> واحنا على الوعد <applause> عشان اذا الله احيانا بس سوية اذا الله احيانا بن... <applause> بنتقدم ل لأ... على مركز على مركز تصوير بنروح بنصور صحبة قديمة من ايام المشاغبة <applause> كل الشكر معليك شرفتي بحضورك